تعال اقولك ازاي تقعد في مكان رايق قوي قوي زي ده وتشوف الفيو الجامد قوي ده. وعلى فكره السعر هيبقى رخيص يعني، هتروح رمسيس وعارف المبنى ده، ايوه اطلع لي فوق بقى كده خالص، فانت هتقعد فوق كده هنا يا زميلي، هتدخل فندق ايفرست وده هيبقى شكل المدخل كده من جوه، وهتلاقي مكتوب فندق وكافيتيريا الدور ال15 فندق ايفرست، اليافطه الكبيره دي كده قوي. هتسيبك بقى من اليافطه دي خالص وتدخل لي بقى على الاسانسير، في كده اسانسير كده كده لوحده ملوش اي ثلاثه لازمه، بس مكتوب كده فوق هذا المصعد خاص لرواد فندق وكافيتيريا ايفرست. هندخل بقى هذا المصعد، هتطلع للدور ال15، بس انت ايه هتستنى كده حبه حلوين لان هو هيبقى نازل لك اصلا الدور ال15. طيب ركبته، هتستنى بقى لحد ما توصل للدور ال15، هو برده طبعا برده كده شويه حلوين يعني برده في الاسانسير، ولكن بصراحه يستاهل. ده الكافيه من فوق شكله جامد جدا جدا، رايق كده في نفسه، وده الكافيه من جوه يعني لو انت مش حابب تبص على المنظر ده، وده تقريبا ما حدش هيعمل كده يعني، كله هيجي هيقعد بره عشان يبص على المنظر اللي انا هوريه لك من شويه. هو يعني هو كافيه اصلا وفندق كمان، فده الكافيه بتاع الفندق. وعلى فكره الاسعار بتاعته مش غاليه خالص يعني 23 جنيه القهوه والكلام ده، هو يعني نسبيا يعني ها يعني، ولكن انت هتشوف منظر فوق في رمسيس، حرفيا انت هتشوف رمسيس كلها، وكل ما هتدقق في حته هتلاقي انت شفت حته معينه، هتلاقي العباسيه، هتلاقي رمسيس، كل حاجه ممكن تتخيلها يعني كل حاجه. طبعا طلبنا عناب وطلبنا بوريو، طبعا بنعمله في البيت طبعا بارخص من كده، ولكن انت هتبقى قاعد وبتتفرج على هذا المنظر الرائع جدا، وهتاخد لك طبعا بقى ايه الصور بتاعتك بقى الجميله. طبعا روح طبعا على الانستجرام بسرعه هتلاقي طبعا الصور دي. بص يا باشا بقى، عايز تصور براحتك، عايز بقى تبص، انت هتلاقي نفسك اصلا انت كل شويه بتسيب اللي انت بتشربه او بتسيب الكلام اللي انت قاعد اصلا مع الشخص اللي انت قاعد معاه ده، وتسيب كلامك معاه وتروح وتتسرح بقى حرفيا في المنظر يعني. انت لو جيت بصيت كده هناك، كده هناك بص يا صاحبي، ده المقطم صراحه الفل يا صاحبي. مش قلت لك بص انت كل ما تركز هتلاقي نفسك اللي انت بتبص على حته معينه. وبصراحه اليوم ده كان السمكه جامده جدا جدا يعني، فانا بصراحه ايه اليوم ده سرحت في السما يعني شويه، بصراحه السمكه كانت اليوم ده حلوه قوي. وهنا بقى ايه حته بقى كده ايه بسرعه كده والسما بتمشي، بص حابة يا زميلي، بص يا الله، بص انت يا باشا، بص ممكن تتكلم في اي حاجة انت ممكن تتخيلها مع المنظر ده اصلا يعني، المنظر ده جامد قوي قوي. وده المفروض يعني كان الغروب، بس يعني ايه الكاميرا قلشت مني، ولكن ده الغروب يعني، كنت عايز بقى بقول لك بقى بسرعة بقى الغروب بقى بينزل بقى كده يا باشا بقى، يا الله على الجمال والحلاوة يا الله، ولكن ايه ما ظبطتش معايا يعني، فعادي يعني عدوها يعني. المكان كله ده انت بتتفرج عليه عشان فيه زي بره كده زي بلكونه كبيره قوي وطويله قوي فيها كراسي وبتقعد عليها، وعلى فكره المنظر برده بالليل جامد قوي قوي. اذا كنت بقى انت هتشرب ايه او هتاكل ايه، على فكره برده في برده اكل هناك، فانت برده هتبص على هذا المنظر. بص يا زميلي انت هتلاقيني محور الفيديو كله بقول لك اتفرج على هذا المنظر. طبعا اللابتوب مش ممنوع هناك، ولكن مفيش نت هناك، وده اللي انا حابب اقوله لك، ولكن اللابتوب لو انت عايز تروح تشتغل او عايز تروح تذاكر والكلام ده مش ممنوع خالص. وعلى فكره يعني ما انصحكش انت تروح تشتغل او تروح تذاكر هناك، لان انت مش هتبص على اي حاجه او مش هتركز على اي حاجه غير المنظر ده. فطبعا روح بقى تابعني على انستجرام، ولو انت حابب تروح هناك ممكن نتقابل هناك اصلا، ويبقى ايه ناخد صوره بقى كده جميله كده يعني، مع ان والله مش اي حاجه خالص يعني، بس يعني ايه يعني نحب كده نقعد كده معاكم شويه ونقابلكم يعني. طبعا انستجرام تيك توك يوتيوب طبعا، لان بنقدم هناك عظمه جدا جدا وكالعاده. ديوس كوتش، السلام عليكم.